مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. زي ما عودناكم كل يوم اربع هنجيب لكم اخر الاخبار وكل الحاجات اللي شغلت عقولكم وعرفتوها من خلال السوشيال ميديا. ودلوقتي هنبدا فقراتنا بفقره ترندز اوف ذا ويك. كاس العالم، ايلون ماسك يغرد منفردا، مهرجان القاهره السينمائي، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. من يوم الحد اللي فات والمدة شهر كامل العالم كله هيكون بيتكلم كورة بس، وده طبعا بسبب انطلاق بطولة كاس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر، واللي بيعتبر طبعا الحدث الأهم في اللعبة والناس بتقعد تستناه كل أربع سنين. حاجات كتيرة قوي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة ليها علاقة طبعا بكاس العالم، وكان في مقدمتها بعض فقرات حفل الافتتاح، واللي كان أهمها الفقرة اللي قدمها النجم العالمي مورجان فريمان مع الشاب القطري غانم المفتاح، وهي الفقرة اللي قعدوا يتناقشوا فيها عن مفاهيم السلام وتقبل الآخر وضرورة التخلص من ازدواجية المعايير. كمان كانت الفقرة اللي قدمتها فرقة بي تي اس الكورية الشهيرة، واللي كانت بتركز على ضرورة ترسيخ مفاهيم السلام بين الشعوب، من الحاجات اللي اتصدرت الترند بشكل كبير جدا. النجمة اللبنانية ميريام فارس واللي قدمت الأغنية الرسمية للبطولة بمشاركة الفنانين نيكي ميناج ومالومة، وأغنية طبعا اسمها توكا تاكا اتصدرت الترند برضو خلال الأيام اللي فاتت. الناس على السوشيال ميديا شافوا أن ميريام فارس بتحاول بشكل كبير تقليد شاكيرا في أغنية افتتاح كاس العالم 2010 واللي اتعمل في جنوب أفريقيا وكان اسمها واكا واكا، ده من خلال طريقة الرقص وكمان اللبس. الجمهور على السوشيال ميديا شاف ان الاغنيه لا تعكس الهويه العربيه لدوله قطر، بعكس اغنيه شاكيرا واللي عكست بشكل واضح الهويه الافريقيه لدوله جنوب افريقيا. ولسه مكملين كلام عن كاس العالم وشايفين الصوره اللي ظاهره معانا على الشاشه دي دلوقتي حالا، دي الكرة الرسمية لكأس العالم 2020. المهم هنا واللي شغل الناس على السوشيال ميديا مش الكرة نفسها، ولكن ان الكرة دي صناعة مصرية بنسبة 100%. وبالمناسبة دي أول مرة دولة عربية أو أفريقية تقوم بتصنيع الكرة الرسمية لكأس العالم، وده طبعا لأن الشركة الألمانية المسؤولة عن تصنيع الكرة كانت دايما بتصنعها في ماليزيا، واللي بتعتبر تقريبا محتكرة الصناعة دي في العالم كله. لكن قيام مصر بالتصنيع خلى كتير من رواد السوشيال ميديا يتداولوا الصورة وهم كلهم شعور بالفخر والسعادة. أي حد مهتم أنه يتابع الترند بشكل يومي بيكون عنده مصدرين أساسيين تقريبا، هما جوجل ترند، وتاني حاجة هي التويتر والهاشتاج ومدى تصدره، وطبعا كل وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا عامة. تخيلوا بقى أن الترند خلال الفترة الأخيرة متعلق بواحد من صناع الترند وهو التويتر نفسه. تويتر مصدر الترند خلال الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات الغريبة والتصرفات الأغرب اللي بيعملها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وبصفته المالك الجديد للشركة، وده بعد ما اشترى تويتر بحوالي 44 مليار دولار. إيلون ماسك أول ما مسك الشركة قرر إقالة كل المديرين التنفيذيين للشركة وقرر أنه يدير الشركة بنفسه، وبعدين ما اكتفاش بكده، ده عمل خطة كمان لتصفية 50% من العمالة في الشركة. الموضوع يقف لحد هنا؟ لا طبعا. طيب ده كمان راح إيلون ماسك من كام يوم وقرر أنه يغلق مكاتب الشركة لمدة يومين وقال للموظفين محدش يجي، وطبعا ما كانش فيه سبب معلن، لكن كتير من التقارير اللي خرجت قالت أن كل ده حصل بسبب خوف إيلون ماسك من الشغب والتخريب الداخلي بسبب سياسة إدارته للشبكة، واللي طبعا بيرفضها العاملين، واللي كان آخرها قراره بإعادة أكاونت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ما كانت الشركة أغلقته بعد تركه للرئاسة. أما آخر حاجة هتكون معانا النهاردة فهي خاصة بمهرجان القاهرة السينمائي واللي اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت. كاميرا ترانز والقناة الأولى كانت هناك وعملنا مجموعة من اللقاءات مع كتير من الفنانين. تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع نكمل كلامنا. هو اهم حاجه في المهرجانات اصلا حاجتين، هي للسينمائيين او للناس اللي شغاله في السينما، هو انه نقابل ناس ونشوف افلام من بلاد تانية، نتعرف على صناع سينما ومحبي سينما من بلاد تانية، ودي حاجه فعلا اثرت فيا. انا اتعرفت على ناس كتير، يعني انا من 10 سنين كان في ليا افلام كتير بتخش مهرجانات، افلام احمد عبد الله هيليوبوليس ومايكروفون. انا سعيده جدا بحضور المهرجان طبعا السنه دي، وبالنسبه لي يعني المهرجان السنه دي كان مختلف تماما من بدايته. الافلام اللي موجوده فيه كلها عرض اول، كلها عرض عالمي،
وبقول مبروك طبعا لابطال كل الفيلم. فيلم انا متحمس له قوي، سمعنا عنه كلام كتير قوي، الموضوع بتاعه شددني جدا. سيد كارثه التمثيل، من الناس اللي انا بحب اشوفها دايما. ناهد طبعا فيلم كلينيك، المنظومه كلها على بعضها يعني تخليك متوقع حاجه قويه جدا ان شاء الله. مبسوطة جدا ان الفيلم مشارك في مسابقة دولية، ودي حاجة كبيرة جدا، وان شاء الله يا رب كده الفيلم ياخد جايزة. وبس ده اللي اقوله، وبشكر كل النجوم والفنانين اللي جم النهارده يشجعوا الفيلم. بنت سيد رجب اللي بتحاول تطلعها من العزلة بتاعته. الفيلم ده بالنسبة لي بجد مهم جدا، لان هو يعني كل العالم العربي كان جزء منه. هو بيتعمل في الاول الكاستنج كان على كل العالم العربي، انا قدمت اكشلي الفيلم ده، وقصة يسرا وسارة مرديني بالنسبة لي قصة ملهمة جدا وقصة مؤثرة جدا، فمتحمسة جدا اتفرج عليها لان هي هتبقى نبذة للي مروا بيه اصلا، وفخورة جدا باحمد ملك اللي هو جزء من الفيلم، فمتحمسة فعلا اتفرج عليه. فيلم خمس جولات ان شاء الله نازل قريب قوي 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 بزياده. دوري بلعب دور شاهد، وهو يعتبر اول بطوله، بطوله جماعيه شبابيه، نور النبوي وادم الشرقاوي وانا واستاذ ماجد المصري طبعا مشرفنا، واستاذ عادل الايوبي، اخراج استاذ مازن اشرف، وانتاج استاذ يحيى علام. فده بروجكت خلاص على الابواب، اللي احنا شايفينه حاجه تشرف وحاجه تخليني فخور ان انا جزء من هذه الصناعه. والاستاذ حسين فهمي كرئيس المهرجان اثبت نفسه جدا، وانا مبسوط سعيد جدا ان انا اقدر اشارك في المهرجان، وان انا اخر خمس سنين بشكل او باخر كان عندي افلام مشاركه في المهرجان وانا ابن الصناعه المصريه. اللهجه السوريه طبعا بالنسبه لي كانت تحدي كبير يعني، واتمنى اكون عند حسن ظن الجمهور، مش انا اللي احكم على نفسي، الجمهور اللي يحكم عليا. في ان شاء الله باذن الله فيلم من انتاج الاستاذ محمد حفصي. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة Scoop. عمليات التجميل هي ظاهرة منتشرة جدا من زمان، وطول عمرنا بنشوف كتير من نجوم الفن والمجتمع في العالم كله بيعملوا عمليات تجميل، ولكن خلال الفترة الأخيرة الموضوع اتصدر الترند لأسباب مختلفة تماما عن فكرة مين عمل عملية تجميل وغير شكله أو حسن شيء في شكله. عمليات التجميل خلال الفترة اللي فاتت اتصدرت الترند بسبب الكوارث اللي ناتجة عنها. الحقيقة في فنانين كتير قدروا ان هم يطلعوا ويتكلموا عن ده وعن المشاكل اللي حصلت لهم من عمليات التجميل بشكل واضح، زي مثلا الفنانة وفاء سالم والفنانة ميسرة والفنانة السورية مها المصري. وشفنا كمان كلنا الفنانة هيفاء وهبي والفنان عمر كمال. والموضوع ما وقفش عند الوطن العربي، لا ده كلنا كمان شفنا مشاهير في هوليوود قبل كده حصل معهم نفس الأزمة وقالوا ده بصراحة، زي الفنانة جاكي ستالين وباريس هيلتون اللي عملت أكتر من 7 عمليات تجميل عشان تصلح خطأ وبرضه لسه ما صلحش لحد دلوقتي، وغيرهم كتير جدا. وبما ان الموضوع انتشر خلال الايام اللي فاتت ولقينا اكتر من حاله واضحه جدا اتصدرت الترند، منهم ستات وكمان رجاله، فده خلانا نسال نفسنا هو ايه اللي بيحصل؟ هل دي مشكله خاصه بالحالات دي بس، ولا الموضوع ليه علاقه مثلا بالخامات المستخدمه في عمليات التجميل، او ليها علاقه بالمريض نفسه انه مثلا ممكن يكون وشه مش قابل لعمليات معينه لاسباب طبيه، وطبعا ممكن تكون اكيد برضو خطا طبيب. وعشان كده هيكون معانا النهارده الدكتور ابراهيم كامل استاذ جراحه التجميل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور انا اول حاجه عايز اسال حضرتك عليها، هل اي انسان ممكن يعمل عمليه تجميل، ولا في ناس بينفع معاها عمليات تجميل وناس تانية لا؟ بصي، جراحات التجميل فرع مهم جدا في الطب، وحصل فيه تطوير كبير جدا. واحنا للاسف ناس كتير جدا بتفتكر ان جراحات التجميل هي بس الجزء البسيط اللي هو جراحات الجمال، لكن جراحات التجميل بتشمل جراحات اصلاح قصور الوجه والفكين، بتشمل جراحات تشوهات الخلقيه عند الاطفال، بتشمل جراحات اليد، بتشمل الجراحات علاج الحروق. الحروق بالظبط. طبعا علاجات كتير، بالاضافه طبعا لجراحات الجمال. اي انسان بيبقى عنده اصابه في جسمه ده بيخضع لجراحه التجميل. جراحات الجمال هي اللي بيبقى شويه المريض هنا، او مش بنسميها المريض الباحث عن الجمال، هو ممكن اي انسان سواء راجل او ست يفكر في عمليه تجميليه.
مظبوط. دور دكتور التجميل هو بيتوجه لدكتور تجميل متخصص عشان هو يقدر يقول له هل هو ده مناسب ليه ولا مش مناسب ليه. وبالتالي هنا بتبدا بقى ايه اول خطوه في ان هو عايز يحقق حاجه معينه او نتيجه معينه. وعشان كده احنا دايما في الجزء الخاص بجراحات الجمال بنهتم جدا بالمرضى او الباحثين عن الجمال قوي، وبنحب نعمل لهم زياره اولى، وممكن لو احنا شايفين الموضوع يستدعي تدخل من نوع اخر غير اللي هو بيفكر فيه نبدا نقنعه في مره ثانيه وهكذا. لكن معظم الناس مع التطور اللي حاصل دلوقتي واللي بيشوفوه وتطور الكبير اللي حصل في جراحات التجميل وجراحات الجمال، بيحب كل انسان ان هو دايما يوصل لل بيسموها درجات الجمال القصوى طبعا. لكن احنا برضو ما ننساش ان ربنا خلقنا كلنا جمال، وبالتالي احنا بنحاول بنفهم الناس ان جراحات الجمال هي بتدي جمال للجمال اللي موجود اصلا، وبالتالي بتحسن الشكل، لكن مش بنغير الشكل، مش بنغير الشكل ابدا. تغيير الشكل ده غير وارد في جراحات الجمال. بس يا دكتور لا احنا ساعات بنلاقي ناس كتير قوي تقول مثلا انا عايزه ابقى شبه الفنانه مثلا هيفا وهبي، انا عايزه ابقى شبه، وبيحصل ان هم فعلا بيتحولوا شكلهم ان هي بتبقى شبه الفنان ده. تمام، بس دايما الانسان في حاجه اسمها البصمه الشكليه بتاعته. البصمه الشكليه دي اللي هي بتخضع لمقاييس جسمه، فلما بنيجي نعمل عمليات زي تجميل الانف، زي تصغير الثدي، زي تكبير الثدي، زي نحت القوام، لازم تخضع لمقاييس الشكل بتاعته عشان تطلع شكلها جميل. لكن لو انت عملتي كوبي اند بيست من حاجه معينه هيطلع هنا فيه شكل فيه تشويه مش شكل حلو. طب دكتور هو بيبقى فيه مثلا تحاليل معينه بتتعمل اكيد قبل اي عمليه تجميل؟ مظبوط. طبعا مثلا طبعاً. واحده عايزه تعمل مثلا مناخيرها، اي انسان على وجه الارض سواء راجل او ست يقدروا يعملوا عمليه تجميل في المناخير، ولا مثلا في ناس بينفع معاهم العمليات دي وناس ثانيه لا؟ لازم بيخضع للكشف الطبي عشان نشوف المشكله عنده ايه في الانف عشان نقدر نصلحها له. انت عارفه طبعا في دلوقتي ترند جديد، وانا الحمد لله كنت من اوائل الناس اللي ادخلته في مصر، اللي هي جراحات التجميل الوظيفيه. يعني مش مجرد تجميل الانف تجميل الانف، لا، في بعض الناس بتبقى عندها انسداد في فتحات التنفس، مناخيره مش عارف يتنفس بيها كويس. نص الشعب المصري عنده جيوب انفيه. بالظبط، برافو عليكي. الحاجز الانفي معوج، اتخبط وهو صغير او مولود عنده الحاجز الانفي معوج، دي مشكله. هنا بيستدعي ان جراح التجميل المتخصص يعمل عمليه لتجميل الانف بنسميها جراحه تجميليه وظيفيه. بس اللي بيعمل التنفس بيكون انف واذن وحنجره، ولا انا غلطانه؟ لا، جراحات التجميل طبعا جراحات التجميل مع الانف والاذن ولا لا؟ لا يا فندم، جراحات التجميل فقط، لان هنا جراحات التجميل الوظيفيه، هنا احنا كاطباء تجميل وانا الحمد لله استاذ في جامعه عين شمس بندرس ده للطلبه بتاعتنا. أوكي. وللطلبه اللي بتفكر تخصص في جراحات التجميل ازاي يقدر يصلح الوظيفه بحيث الشكل يطلع كويس. مظبوط. في نفس الوقت الاثنين، لان المشكله هنا بتبقى عند المريض ده مش مجرد وظيفه، لا، هو عايز وظيفه مع شكل حلو كمان. يعني الانف معوجه، التنفس مش كويس بس شكلها مش عاجبها البنت مثلا او الست او الراجل او الولد، ازاي تحسني الشكل وتخلي الوظيفه كويسه. نفس القصه كمان دي بتبقى وارده في حالات النحت وشفط الدهون مثلا، او النحت بالفيزر زي ما هو موجود دلوقتي، حالات كتيره جدا. والمناخير كمان يا دكتور بقت بالليزر صح؟ طبعا بتتعمل مش بالليزر، بتتعمل بالمنظار ساعات في بعض الاحيان عشان نقدر نصلح الحاجز الانفي المعوج. لكن لما اجي اقول لك مثلا عمليه زي نحت القوام، ممكن لما البنت تيجي تتجوز يتاخر عندها الحمل والانجاب شويه نتيجه ان عندها سمنه في اماكن معينه من الجسم، هتلاقي دكتور النساء والتوليد بيقول لها قبل ما تفكر في حقن مجهري او كده، لا، لازم تخسي في الوزن وتنزلي في الوزن. عمليات شفط الدهون اثبتت يعني بابحاث كثيره جدا اتعملت هنا في مصر وبره مصر ان ازاله الخلايا الدهنيه الضاره من الجسم بتساعد كتير جدا على تحسن نسب الهرمونات الانثويه، وتساعد على ان يحصل الحمل والانجاب بصوره طبيعيه، والست دي ما تلجاش للحقن المجهري. والحمد لله دي كان من الحاجات اللي عملتها في رساله الدكتوراه بتاعتي من فتره طويله وجابت نجاحات كبيره جدا. وهنا دي برضو تخضع لجراحه التجميل الوظيفيه، احنا بنعمل هنا شفط الدهون، مش ان الست بتفكر ان هي تخس بقدر من هي بتفكر عندها هرمونات مش مظبوطه في جسمها، بس احنا هنا عايزين نخليها الهرمونات تبقى مظبوطه، هنعمل شفط للدهون ونحت للجسم عشان نقدر نوصل لنسب هرمونات كويسه تمكنها من ان هي تقدر يبقى عندها حمل وانجاب بصوره سليمه ان شاء الله. مش بس يا دكتور الهرمونات بتاعت الحمل، يعني بحس ان الوزن الزياده كمان بيأثر على حاجات تانية كتير قوي، العظم، الركبه، الظهر، برافو عليكي. يعني في حاجات كتيره قوي.
والضغط والسكر راجل طبعا. راجل وست يعني. طبعا طبعا يعني في عائلات مشهوره عندها مرض الضغط او مرض السكر. ليه الانسان ده سواء راجل او ست في سن معين عنده سمنه معينه في اماكن معينه؟ الرجاله عندهم حجم الثدي ساعات بيبقى كبير بنسميه جاينيكوماستيا. كان زمان قبل ما في تطور في جراحات التجميل كان بيتعمل جراحه كبيره في جرح شكله سيء جدا. لما حصل تطور في جراحات التجميل نقدر دلوقتي نعمل شفط للخلايا الدهنيه اللي في الثدي عند الراجل اللي عنده جاينيكوماستيا او تضخم الثدي، وفي نفس الوقت نشيل الغده اللبنيه من جرح صغير جدا ممكن بالمنظار كمان يتشال، وبالتالي هنا بتساعدي على ان الانسان ده الثدي بتاعه يبقى كويس. حلت مشاكل لاولاد ورجاله كتير قوي، الولاد اللي عايزين يخشوا كليات بتتطلب المظهر اللائق والشكل الكويس والصحه الكويسه، وفي نفس الوقت بتخلي الانسان ده كمان لو بيشتغل في مكان معين عايز يبقى شكله كويس يقدر طبعاً. ينزل الولد في فتره المراهقه يلعب سباحه مع الولاد اصحابه ما يبقاش فيه فرص للتنمر. فهو صح. ده اللي بنوضحه بالترند اللي الحمد لله يعني كنت من اوائل الناس دخلوه في مصر، جراحات التجميل الوظيفيه اللي هو انت مش بتعملي عمليه تجميل بس عشان شكله، واذا كان ده بنقول دوت مش غلط، لا بنصلح حاجه ثانيه عشان صحتنا. بالظبط، الصحه العامه مع الشكل الجميل كمان. طيب دكتور، بدون ذكر اسماء كلنا شفنا عمليات تجميل لبعض الفنانين خلال الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها ممكن نقول يعني تشوهات واضحه في وشهم، حضرتك تفتكر السبب ده ليه حصل؟ بص هقول لك على حاجه، انا ليا اصدقاء كتير جدا فنانين وفنانات كتير جدا وهم كلهم ناس عاقلين وفاهمين ان الشكل ده مهم جدا وما بينطقوش ورا الحاجه اللي هم حتى طلباتهم يعني بيسمعوا، لا بيفهموا وبيسمعوا كل حاجه. بس هرجع اقول لك على حاجه، لو حصل ده مع فنانه او مع فنان او حاجه ممكن ده يبقى شويه قله خبره منه ان هو توجه لدكتور تمام مش متخصص عمل حاجه ما كانش هو المفروض يعملها، او في ممكن مثلا حد عمل اجراء مثلا في مكان هو مش عنده. بس يا دكتور ساعات بتبقى اسماء الدكاتره معروفين وكبار جدا وبيحصل برضو الغلطات دي. صعب يعني اقول لك ده صعب شويه لان دايما في علم الطب في حاجه اسمها كومبليكيشن، مضاعفات. المضاعفات دي ليها حلول، يعني لما تيجي نذاكر وندرس الكلام ده المضاعفات ليها حلول، وبالتالي لما بتحصل ده مع دكتور متخصص استشاري او استاذ في الجامعه لا بيقدر يلاقي لها الحل المناسب وعلى طول بتتحل بطريقه مباشره وسهله جدا، ودي نادرة ما بتحدث. لكن لو حصلت مشكله اللي بتقول ما نقدرش نقول عليها مضاعفات، لا هنا بيبقى الحل صعب قوي، وهنا بتبقى بقى المشكله حدثت من حد غير متخصص توجه ليه الانسان ده وعمل عمليه. وانا قلت لك علاقات كتير جدا بالفنانين والحمد لله كلهم يعني ناس بتفهم وعاقلين وكده، قله قوي اللي ممكن ينساق ورا حاجه، شاف حاجه، عمل حاجه بره مصر او حاجه، ودي حاجه تعدى على صابع الايد يعني ما بتحصلش كتير يعني. يعني حضرتك شايف ان ده ما بيكونش مثلا مشكله في المريض او مش المريض يعني الشخص اللي بيقوم بعمل العمليه او الخامات المستخدمه دي بتبقى غلطه الطبيب مظبوط؟ طبعا بتبقى خطا حصل في اجراء العمليه نتيجه نقص في الخبره، لان زي ما قلت لك احنا في جراحات التجميل في كلاسيكيات للمهنه، كلاسيكيات المهنه دي لازم يبقى في كشف طبي مطول، في التاريخ المرضي بتاع الانسان اللي جاي يعمل عمليه الجمال، في التحاليل الطبيه، لو تغاضيتي عن الحاجات دي وانت مش دارسه الحاجات دي وما عملناهاش للانسان اللي جاي يعمل عمليه تجميل اكيد هيحصل مشكله. انا اقدر اقول لك بمنتهى الامانه العلميه ان مستوى جراحات التجميل في مصر من ارقى المستويات على مستوى العالم، والاطباء طبعا في مصر راقيين جدا في مستوى جراحات التجميل وبيأدوا مهنتهم بكل امانه وكل شرف. دكتور ابراهيم كامل استاذ جراحه التجميل بشكر حضرتك جدا على المكالمه الهاتفيه. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. خلونا نروح نشوف دلوقتي السوشيال لاب ونرجع تاني على طول. السوشيال لاب النهاردة عن الفنان الكوميدي أحمد حلمي. أحمد حلمي من الفنانين المميزين اللي ليهم تفاعل كبير على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف أحمد حلمي بيستخدم السوشيال ميديا إزاي. بيتابع أحمد حلمي 16 مليون و 800 ألف متابع وهو بيتابع 223 بس، معظمهم أصحابه وأولاده ونجوم من الوسط الفني منهم يسرى كريم عبد العزيز وغيرهم من النجوم. أحمد حلمي نشر كام صورة لحد دلوقتي على إنستغرام
نشر حوالي 964 صورة وفيديو. لما دخلنا اتفرجنا على الأكاونت لقينا أول حاجة لفتت نظرنا إنه أكاونت كوميدي جداً، وكمان هو بيحب يعمل كوميكس من أعماله الفنية سواء صورة أو فيديو على بعض العادات اللي بتقابلنا في حياتنا، زي مثلاً أول يوم مدارس نشر فيديو من فيلم الناظر وكتب أول يوم دراسة والناس كلها صحيت بدري ونزلت الجامعة وأنا بعد المغرب. تعالوا نشوف. صباح الخير. ومن الفيديوز اللي حققت فيوز كتيرة الفيديو اللي نزله عن المصيف، وده بعد صيف 2020 وحقق 2 مليون مشاهدة. المعروف عن أحمد حلمي أنه بيعرف يرسم وبيحب الرسم جداً ودايماً بيدعم الرسامين، فلقينا أنه ناشر أكتر من 200 صورة وفيديو لمواهب رسامين بيرسموا بطرق مختلفة. صباح الخير، أنا صحيت اهو. عادي اهو، يوم لذيذ اهو. رمضان؟ ماله رمضان؟ كريم اهو. عادي جانا اهو، طبيعي فرحنا اهو. مين ده اللي لوحده؟ ما فانوسي معايا. عادي 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 اهو، عادي 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 عادي. انا عادي اهو بعمل فطار، طلعت الوصفه واقف بعملها، رز بسمتي اهو ورز عادي اهو، وحرقت الفرخه اهو اهو اهو، والفانتينالا بعد الفطار لابس وخارج اهو. اوبا خلاص مش خارج اهو، بطلب دليفري اهو. ببراني حبيبي. طبعا احمد حلمي من اكتر الفنانين اللي التفاعل بتاعهم كبير جدا على تويتر، بيتابع حلمي 9,800,000 متابع وهو بيتابع 50 أكاونت، وكتب حوالي 1037 تويت. وآخر حاجة نشرها طبعاً بوست كوميدي كاتب فيه إن شهر نوفمبر جاي يوم 3، ربنا يستر، وطبعاً إحنا كلنا عارفين يوم 3. كده بنكون حللنا أكاونت حلمي على السوشيال ميديا وشفنا اهتماماته وإزاي بيستخدمها، وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب. زمان أول ما ظهرت السوشيال ميديا في حياتنا كانت مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، ولكن دلوقتي الموضوع اختلف تماماً والسوشيال ميديا بقت تقريباً عالم مستقل بذاته. في حاجات كتير قوي وفي حاجات سلبية اتكلمنا عليها هنا في ترانز، فيها برضو حاجات إيجابية كتير ممكن كلنا نستفيد منها في حياتنا اليومية. من أهم مميزات السوشيال ميديا حالياً أنها صنعت وظائف جديدة ما كناش عارفينها قبل كده قبل السوشيال ميديا خالص، وعشان كده احنا مستضيفين النهاردة ضيفة بتمثل وظيفة من الوظائف اللي ظهرت الفترة الأخيرة واللي مرتبطة بس بالسوشيال ميديا. ما تعملوش التلات غلطات دول عشان بيدمروا الفيوز على الستوريز بتاعتكم. أول غلطة، لو الستوريز بتاعتك كلها بس شيرز لحاجات تانية أو الفيديوز بتاعتك ما تستغربش إن فيوز عندك قليلة. السر إن إنستجرام بيحب يزق الستوريز شكلها أورجانيك وتصوير لحاجات بتحصل دلوقتي أو حاجة حقيقية. الغلطة التانية، ما بتظهرش على الستوريز، ما بتطلعش تتكلم مع الأودينس بتاعك بشكل مباشر، مش بتوريهم حاجات لذيذة في حياتك أو بيهايند سينز. حتى لو أنت براند ممكن تظهر بني آدمين في الستوريز بتاعتك وحاجات بتحصل دلوقتي، ده هيخلي الناس عايز تتفرج عليها أكتر. تالت غلطة، الفيوز بتقل في اخر الستوريز، فلو حاطين الحاجات المهمة في الاخر ده هيضيع عليك فرص كبيرة. ده حلو قوي لو اول ستوري دي فيها صورة ليكوا او صورة لحاجة فعلا تشد انتباههم. منورنا النهاردة في ترانز هنا زهير، سوشيال ميديا كونسلتنت او خبير التسويق محتوى السوشيال ميديا. ازيك يا هن؟ ايه الاخبار؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصي اول حاجة هسألها لك، يعني ايه اساسا الشغلانة دي؟ بتعملي ايه؟ يعني ايه سوشيال ميديا كونسلتنت؟ انا بشتغل مع بيزنسز وصناع محتوى، ان انا بساعدهم ان هم ازاي يعملوا ازاي يبقوا متواجدين على السوشيال ميديا بشكل صح، الاستراتيجيه بتاعتهم تبقى كويسه، ازاي ان هم يعرفوا فعلا يعملوا محتوى حلو وهادف. لو هو بيزنس ازاي يكبر البيزنس بتاعه، ازاي يقدر يحقق مبيعات اكتر، وازاي يخلق علامه تجاريه فعلا او براند الناس فعلا تبقى متعلقه بيها. هي دي الفكره، ان احنا كتير قوي بنبص على التسويق للبيزنسز ان هو مجرد ان انا أبيع وخلاص. لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، نحن نعمل براندز فعلا ليها تأثير كبير زي البراندز العالمية اللي احنا بنشوفها. الحاجة التانية مع صناع المحتوى، ازاي ان هم يقدروا يخلوا ده جزء من او جزء او ممكن يكون شغلهم الفول تايم، يعني شغلهم فول تايم، او ان هم ازاي يكبروا، ازاي يحققوا دخل، ازاي يعرفوا يعملوا محتوى كويس باستراتيجية كويسة ومحتوى هادف ان هو يوصلهم للناس ويبقى فيه بينه وبين الناس كونكشن.
اوكي، وانت بتعملي ده ازاي؟ يعني مش عايزين نعرف طبعا كل حاجه عن شغلك، هو صعب ده اكيد مش تشرحي لنا. لا بس يعني مثلا فهمك. لا تعالي نقول ان في حد مثلا صانع محتوى على السوشيال ميديا عايز ان هو يبتدي الناس تشوفه اكتر، او انت بتعلميه ايه؟ بتعلميه ان هو مثلا ينزل كل قد ايه، ولا بتديله فكره المحتوى نفسه؟ بديله فكره المحتوى، بعمل له استراتيجي او استراتيجيه ليه هو، خطه تسويق، بفهمه نفسه. انا يعني بقعد مع كل صانع محتوى بشوف هو اصلا شخصيته ايه، عشان يعرف ان هو في حاجه اسمها مهمه جدا هي الكوميونيكيشن على السوشيال ميديا. طبعا. انت المسجنج بتاعك او الطريقه اللي بتكلم بيها الناس، مش الطريقه كطريقه كلامي، طريقه المحتوى. المحتوى ده بيتقسم على كذا حاجه ويبقى ليه اهداف مختلفه. فعشان يعني انا دلوقتي مثلا عندي محتوى، كل نوع محتوى من اللي انا بنزله اللي هو ليه دعوه بالنيش بتاعي او التخصص بتاعي لازم يكون ليه هدف. فبساعدهم ان هم يعرفوا كل الكلام ده، لان ده عامه ما بقاش معروف. في ناس بس بتبتدي تصور بتعمل كويس، بس بتبقى عايزه توصل لحاجه اكتر وحاجه اكبر. اربع غلطات ما تعملهمش ابدا عشان الريتش بتاع الفيديوز بتاعتكم. وكده يو لوز ذير اتنشن، هيدخلوا على الفيديو اللي بعده، والوقفات دي بسهوله تتشال في الاديتنج. الغلطه الثانيه، هاي عاملين ايه، بقالي فتره عايزه احكي لكم على موضوع. لوز ذير اتنشن تاني لما تيجي تبتدي الفيديو بتاعك، ادخل في الموضوع على طول. ثالث غلطه، بلاش يا جماعه اي لوجو على اي فيديو من اللي بتنزلوه، لوجو من ابلكيشن ثانيه، لوجو من الاديتنج اب اللي بتستخدموها، تجنبوا الموضوع ده خالص لانه بيقلل الريتش فعلا. غلطه رقم أربعة، كتير قوي بشوف ناس بتنزل فيديوهات عشان المقاس بتاعها مش مظبوط، فبينزلوها حواليها بوردرز زي ما في الصوره كده. ابلكيشن طلعوا قالوا رسميا الحكايه دي بتخلي الريتش بتاع الفيديوهات يقل، لان هو بيأثر على اليوزر اكسبيرينس بتاعه المتفرج. الناس وهي بتتفرج عايزه تشوف الفيديو بطول التليفون، لان ده بيخلي الاكسبيرينس بالنسبه لهم ألذ واسهل، وتخلي عينهم على الفيديو بتاعك اكتر. الشغلانه دي طبعا ظهرت مع ظهور السوشيال ميديا. انت درستي ايه؟ انا درست صحافه، ومعايا برضو يعني احنا عندنا في الجامعه بناخد شهادتين عادي، فانا صحافه وسياسه. أوكي. وكنت صحفيه زمان، بكتب يعني في مجلات انجلش وكده، وبعدين بالصدفه اتعرض عليا ان انا اشتغل في الكونتنت كريشن. ومن هناك من الاول ابتديت اعمل كويس قوي، وفجاه يعني حتى كنت بعلى بسرعه قوي، بقى عندي التيم بتاعي وكل حاجه. وبعدين ابتديت البيزنس بتاعي من سنتين، ان انا ابقى انا ساعتها كنت بشتغل مع بيزنسز وبراندز وكده، بعد ما كنت بشتغل في مجلات وبعمل لهم التسويق بتاعهم. بس مرتبطين شويه ببعض، نفس الحاجه تقريبا، ميديا في الاخر، هو اعلام فعلا. لان حتى في الصحافه انا كنت بقترح، ان انا وانا كنت 22 ساعتها كنت بقترح على المجله اللي انا كنت شغاله فيها، احنا محتاجين تويتر. كان ساعتها تويتر مهم، وكانت كان يعني المجله فيها جزء سياسي، فانا كنت مسؤوله عن الجزء ده، فكنت بقول لهم لازم نعمل تويتر، لازم مش عارفه ايه، وي هاف تو ستارت. فطبعا ده جزء كبير من الصحافه، ودلوقتي اصلا الصحافه من غيره بتخسر كتير، يعني من غير السوشيال ميديا او الديجيتال عامه، ديجيتال وورلد عامه، او العالم الديجيتال. ايه هي اهم حاجه انا اركز عليها في التسويق بتاع المنتج بتاعي؟ اهم حاجه قبل ما افكر في المبيعات، افكر ان انا ابني براند او علامه تجاريه قويه بتعمل تواصل مع الناس، الناس تبقى عايزه تتفاعل معاها. لان الناس مش داخله على السوشيال ميديا عشان تشتري او تشوف اعلان، ممكن تشتري، كلنا بنشتري مع السوشيال ميديا طبعا، بس لو انا حاسه انه اعلان مش هتفاعل معايا، الا هقرر اشتري او لا. والتفاعل هو اللي بيوصلك لعملاء محتملين تانيين. فازاي اوصل للعملاء دول؟ كل شويه لازم التفاعل يوصلني الناس اكتر، ويعتبر كمان اعلان ببلاش. فلازم يكون عندي استراتيجيه قويه جدا، لازم يكون عندي استراتيجيه دي بيبقى ليها اهداف غير المبيعات بس. بس في الاخر لما بنعمل الاهداف دي بنعرف نوصل للمبيعات اكتر. اوكي، فده مهم جدا. اهم حاجه البراند تركز عليها الاول البراندنج، ان انا يبقى لي البيزنس يبقى له شخصيه وصوت، وبيتكلم مع الناس ازاي، والناس تبقى فعلا عايزه تتواصل معاه وعندها وفاء لي. ودي مهم جدا. بس دي حاجه صعبه قوي انت تعمليها. حاجة صعبة، بس هي دي حلاوة أصلاً الماركتينج. لا أنا قصدي إن أنا أخلي الكلاينت بتاعي إن هو يبقى عنده لويالتي أو وفاء ليا أنا بس، وفي 600 مليون ألف حد تاني بيعمل نفس البرودكت ده أو شبهه، مش قصدي نفسه، هو بالظبط شبهه. دي بتبقى حاجة صعبة جداً. دي بتعتمد بقى على حاجة اسمها الكور فاليوز بتاعت البراند، اللي هي مبادئ البراند. ده بقى اللي بيقع مننا شوية هنا في مصر.
بس طبعا في استراتيجيز كويسين في مصر بيعرفوا يعملوا ده بس مش كتير. الفكره بقى انه مبادئ البراند بتؤمن بايه. مش كده بتلاقي مثلا بره لو بصيتي على براندز كبيره، مش هقول اسامي، بس بصيتي على براندز كبيره هتلاقيها ان هي بتتكلم في مواضيع تانية، تعرفي ان هم مثلا ايه بيؤمنوا مثلا ب ان مثلا بحريه المراه، بحريه الراي، بيساعدوا مثلا الحيوانات. ما انا كنت عايزه اقول كده احسن كلمه، عايزة يساعدوا الحيوانات. فدي الفكرة ان انت ازاي ان انت ومش لازم يكون على فكرة مش لازم يكون قضية كبيرة، هي ممكن تكون حاجة عادية، ممكن تكون اللي هو مثلا ايه انت شكلك حلو من غير فلتر زي او من غير ميك اب، مع انها ممكن تبقى ميك اب براند مثلا. فهي فكرة مبادئ البراند هي دي اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، دي اللي بتخلي الناس عندها وفاء بالظبط مش المنتج. صح طبعا المنتج ان لما هو كواليتي بتاعته كويسه اكيد فيه بس هشتريه، لكن احساسي بالبراند، البراند دي حاجه اكبر بكتير من هي مجرد بس منتج. نفسي يكون عندي فولورز كتير، مش عارف ابقى على انهي منصه، تيك توك، انستغرام. الفكره كلها بتعتمد على استراتيجيه. خليني احكي لكم حكايه. برودي ويل ميكر عنده 24 مليون فولورز على تيك توك لوحده غير البلاتفورمز الثانيه. فلما عمل فيلم قصير محدش راح يتفرج عليه غير 50 بني ادم بس، وده خلاه ينزل تيك توك من يومين يقول انه هيبعد عن السوشيال ميديا شويه. طبعا برودي ويل ميكر كان عنده مشكله كبيره قوي في الاستراتيجي بتاعته على السوشيال ميديا سبب ان هو يحصل له كده. اولا هو اقوى بلاتفورم عنده هي تيك توك، وكل الفيديوز اللي بينزلها ترفيهيه ومضحكه. فكره لو انت عايز تشير في الفيلم ميكنج اندستري، يعني انت كنت عايز تشد جمهور مش عايز يضحك على قد ما هو انترستد ان هو يتفرج على افلام دراماتوجراف. ده غير ان هو حاول تو مونيتايز من بلاتفورم تانية اسمها باتريون، انه الناس تتفرج على الفيلم بتاعه بخمسة دولار، وده صعب جدا ان انت تو كونفيرت حد ان هو يبقى من فولوور لباير من على تيك توك بالطريقه دي. اهم نقطه عايزه اوصلها من الفيديو ده، رغم ان انا بقول لكم ان التيك توك مهم جدا للنمو، لكن صعب تبني عليه كوميونتي حقيقيه بتتفاعل معاك على طول بنفس الاستمراريه بتاعت انستغرام. وانستغرام اليومين دول تول قويه جدا ان انت تكبر، لان هم قاعدين بيركزوا ان هم يكبروا اكونت صغيره. طيب ايه الفرق بين الوظيفه اللي هي بتاعه السوشيال ميديا كونسلتنت والسوشيال ميديا سبيشالست؟ السوشيال ميديا سبيشالست او اكاونت مانجر زي ما احنا بنسميه جوه المجال ده، بيبقى حد ماسك البراند بيعمل لهم الكونتنت او المحتوى كل شهر، بيعمل بقى حاجه اسمها كونتنت كالندر، يعني محتوى بتاع الشهر كله بينزل يصور، بيبقى ماسك الاكاونت من A to Z. بالنسبه للكونسلتنت هو بيساعدهم ان هو حتى لو في سبيشالست، الكونسلتنت بيساعدهم. فزي ما بقول لك الاستراتيجي دي من اهم الحاجه، من اهم الحاجات اللي لازم اي براند تركز عليها، وحتى كمان صناع المحتوى مش بس البراندز. فالفكره بقى انه الكونسلتنت بيساعد في كل حاجه، يقدر يحط اصلا ممكن يساعدك ان انت تلاقي السوشيال ميديا سبيشالست اللي انت محتاجاه. اوكي فاهمه قصدي. يعني انا مثلا ليه بعمل ده، انا عايزه البراندز تعمل، كان فكره البيزنس بتاعي ان انا عايزه البراندز تعمل السوشيال ميديا ماركتنج بتاعهم او التسويق بتاعهم جوه، يبقى عندهم التيم بتاعهم جوه، لان انا مؤمنه جدا ان كل ما كان التيم موجود على طول هو بيقدر بقى في حاجه حصلت النهارده نزلها على الستوريز، كل ده بيفرق لان ده بيبين شخصيه البراند اكتر. طبعا مش زي لما يكون حد شغال مثلا في شركه ايجنسي ويبقى هو مثلا معاه 5-6 اكاونتس. انا ما عنديش حاجه ضد الايجنسيز، انا كنت بشتغل في ايجنسيز، بس يعني ده اللي انا مؤمنه بيه دلوقتي، ان هو مهم جدا حتى لو هتروحي الايجنسي يبقى عندك سوشيال ميديا تيم جوه البيزنس. دلوقتي بقت كل حاجه. بس انا عايزه اسالك على حاجه سالتك فيها في اول الحلقه على صناع المحتوى. انا يمكن عشان احنا بنشتغل في الشغلانه دي فانا فاهمه قد ايه هو الموضوع صعب. ايوه انتوا بتكرييت الكونتنت بتاع صانع المحتوى ده ولا لا؟ لا، صانع المحتوى بالذات لازم هو اللي بالزبط. يعمل المحتوى بتاعه. ايوه عشان يبقى انا فهمت غلط بالزبط. في الاول أوكي. بس انا ممكن هتلاقي بقى كتير قوي في، يعني من اكتر الكلمات اللي بتشوفها في السوشيال ميديا الناس تسالك تقول لك بس انا عندي اهتمامات كتير مثلا، فانا بساعده ان هو يلاقي انه لا، انت ما ينفعش ان انت لو اهتمامات كتير مش هتعرف توصل لناس كتير. مش لازم كل اهتماماتك تبقى على السوشيال ميديا طبعا، او مش لازم كل اهتماماتك تبقى في صفحه واحده. فهي دي الفكره، انه زي ما بقول لك احنا بنساعدهم ان هو ازاي هو يعرف يعمل المحتوى بشكل حلو فعلا. ايه الغلطات بديله انا ككونسلتنت، بديله فيدباك، ايه الغلطات اللي عندك في الفيديوز اللي مخليك مش عارف توصل للناس اكتر، مخليه المشاهدات عندك قليله، مخليه الانجيجمنت او التفاعل مش كويس. بديله فيدباك وبحلل كل الاكونت بتاعه، وببتدي اقول له كمان ايه الستبس المفروض يعملها بعد كده، ازاي يقدر يوصل لناس اكتر، ازاي يقدر يعمل كمان تاني. هي في الاخر انا عارفه ان كررت كلمه كتير، بس هي في الاخر كلها بتوصل، يعني بتقف عند حته استراتيجيه. والناس مش فاهمه اهميه حاجه زي كده. لو انا كل يوم بقوم اصور وخلاص هتضيعي كميه وقت وطاقه وفلوس مش طبيعيه، لانك بتصرفي على المحتوى طبعا، وبتدي من وقتك وده يعتبر فلوس.
فكل ده من غير استراتيجية وأهداف معينة واضحة هو عايز يوصل لها، زي مثلا هو يعمل البراند بتاعته كصانع محتوى، زي مثلا هو يعمل البيزنس بتاعه كصانع محتوى من البيرسونال براند، العلامة التجارية الشخصية. فازاي تقدري تعملي بيرسونال براند؟ دي حاجة كبيرة، مش حاجة مجرد ان انا اصور فيديوز وانزلها. طيب هنا ايه رأيك في الناس اللي بتقول ان صناعة المحتوى على السوشيال ميديا ده موضوع يعني سهل وبسيط وان اي حد يقدر يعمله؟ بصي، هو طبعا كلام بيبقى ممكن يكون بيضايق بعض صناع المحتوى. انا بالنسبة لي مش بيضايقني، لان انا بصراحة انا عن نفسي بشتغل كتير جدا خلاص، والشغلانه دي من اصعب الشغلانات. يعني انا كنت بشتغل صحفيه وبقول لك ان هي اصعب، يعني كنا بنعمل انترفيوز مع سياسيين 3 الصبح، دي برضو اصعب. انت بتشتغلي كمان كذا حاجه، بتعملي اديتنج، بتعملي كذا، بتعملي، وبالذات بقى زي مثلا انت بتقدمي سيرفيس، فكمان مع السيرفيس انت بتعملي المحتوى. فالموضوع مش سهل، ولما الناس بتشوف كده انا شايفه ان اللي يتكلم عنك هو المحتوى بتاعك. مظبوط، لان الناس برضو مش الناس ذكيه، الناس لما تيجي تبص بتشوف المحتوى ده متعوب عليه ولا لا. فلما هو يجي يقول كده لحد هو شايف مثلا هو بينزل اي حاجه ومثلا عايز يشتم في الناس يعني مثلا بيجي يشتم في حد عشان يتشهر، او بيجي مش عارفه ايه الكلام ده، دي الناس بتاخد بالها، بتبقى عارفه حتى لو بيحبوا الشخص بس بيحبوه عشان الترفيه. ما عنديش حاجه ضد الترفيه طبعا خالص، بس قصدي حتى المحتوى الترفيهي بيبقى فيه حاجات متعوب عليها وحاجات لا. اللي مش شايف كده او شايف ان ده مش شغل، بالنسبه لي حاجه مش مفروض افكر فيها. طب بس احنا بنشوف يا هنا حاجات على تيك توك مليونز، يعني ناس ملايين متابعه حد مثلا عشان بيقلد بيمثل بيغني، يعني ما هو ده برده ما فيهوش حاجه وحشه، بس ما فيهوش محتوى. لا ليه؟ ليه المحتوى هو التالنت بتاعته او موهبته، يعني لما يكون حد عنده. بس ايه دي الفكره؟ في ناس بقى، انت قصدك الناس اللي بتعمل ليب سينكينج مثلا مع حاجه وما بتنزلش غير كده، تاني ما انت برده لازم تبصي على، مش قصدي حاجه، بس جوده الفولورز. يعني ما ينفعش ان اي حد عشان هو عنده ملايين خلاص، لو ده لو جه نزل بكره، ودي حصلت قريب مع انفلونسر عالميه اصلا على تيك توك، ان هي عندها مش عارفه حاجه ومليون، وواحد تاني برضو عنده مش فاكره كام مليون فولور، 34 مليون او حاجه كده، لما جه نزل الفيلم بتاعه محدش راحه، مع ان الفيلم كنت هتدفعي فيه مش عارفه كم دولار. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني هم ازاي بيكون عندهم عدد؟ ما بنوش علامه تجاريه شخصيه، هي دي الفكره. فهي دي الفكره، انت هل انت واخد ده بالظبط، هل انت واخد ده كحاجه كارير، ولا انت واخد ده بس عشان اللايكس والفيوز؟ عشان كده انت الملايين دي في الاخر ممكن تبقى فاضيه. ما خدي بالك انت شغلتك في ناس كتيره جدا بيفتكروا ان ده معناه ان انت تجيبي له عدد فولور. بس انت عارفه ان في ناس كتير بتفتكر كده، ما هو بيجي لهم عدد. انا عندي أنا عندي ناس بعد 3 شهور هو ده بس اللي 11 ل 100000 و200000 النهارده شرحت لنا اكتشفنا حاجات كتيره قوي. لا بس في فكره عامه ان انتوا بتكونوا مسؤولين فقط عن ان عدد الفولورز. انا ضد الكلام ده جدا، لان انا عمري ما بقول مثلا لحد، يعني المسوقين اللي بيبعتوا لي يقولوا لي لو عايزه فولور بعتوا لي انا ان احنا تشتري فولورز وكده، كارثه ان في ناس بتاعه التسويق بتقول اصلا الكلام ده. دي مشكله كبيره، ده بره يعتبر نصب طبعا. فالفكره ان انت الناس اللي شايف، يعني انا صناع المحتوى اللي انا بقعد معاهم، وبصراحه انا بفلتر كلاينتس، الكلاينت اللي بيفكر بالطريقه دي ان هو مش عايز يشوف، انا بقعد معاه اشرح له ويبتدي يفهم، هو انا لازم اقول الحقيقه طبعا، فاهمه قصدي؟ لازم اقول له كمان انت بتغلط في ايه، لازم اقول له انت ما عندكش هدف، لازم اقول له انا كتير قوي، او من اكتر الحاجات اللي بقولها في السيشنز اللي بعملها، انه بليز ما تفكريش ان انت بلوجر، فكري ان انت بيرسونال براند او علامه تجاريه شخصيه، ان انت الاهداف ممكن تكوني من المحتوى بتاعك توصلي لاهداف ما كنتيش تتخيلي انك توصلي لها. بس اول حاجه عايزاكي يكون عندك اهدافك دي واضحه، تعرفي سببك اللي هو الواي بتاعتك، ليه بتاعتك اللي خلاكي تعملي كده. الحاجه الثانيه بقى ان انت ازاي تعرفي ان انت بتعملي محتوى في الاخر هيوصلك للاهداف دي خلاص، وان انت فعلا تعرفي تخلي ده شغل كارير، ده وتعملي حاجه اللي انت بتحبيها وخليتيها كارير، يبقى انت كسبتي. لا انت كمان بتساعدي بالشغلانه دي ان انت بتفلتري زي ما انت قلتي. ففي ناس كتيره جدا فعلا بيطلعوا على السوشيال ميديا بتحسي ان مفيش اي هدف، مفيش ده بالنسبة لي مش هيبقى كلاينت، معلومه طلعنا بيها مفيش، يعني حتى حاجه ضحكنا عليها. ممكن يعني انا بالنسبه لي ان انا اتفرج على حد دمه خفيف وضحكني، ده بالنسبه لي حاجه حلوه جدا صح. لكن هو ساعات بنلاقي ولا اي حاجه خالص، ما نلاقيش ولا ان احنا ضحكنا، ولا لقينا ان احنا فهمنا حاجه، ولا اتعلمنا حاجه جديده، ولا معلومه مهمه، ولا انا بالنسبه لي حد بيضحكني دي حاجه مهمه جدا طبعا، على السوشيال ميديا، وحد بتاع فاشن حاجه مهمه جدا طبعا. بالنسبه وكل لي وكل واحد اهتماماته بالظبط. انا عادي ان انا ابقى كمان ابقى مهتمه بحاجات مهمه جدا وقضايا كبيره، وكمان الحاجات دي حاجات سهله وبسيطه، انا مش داخله تاني على السوشيال ميديا عشان بس اقعد أتصفح. احنا مش بالظبط، احنا مش علماء يعني، عادي جدا.
بس هي الفكره تاني انت بتوصليها للناس ازاي. صح. هي دي اللي بتختلف فيها، لكن ما فيش تخصص اهم من تخصص خالص، انا ما بشوفهاش بالطريقه دي. بس تاني، لو انت فاشن انفلونسر وقررتي ان انت تعملي بيزنس بتاعك، قررتي تعملي اعلان لبراند، هل ليكي تاثير فعلا؟ هل انت بتاثري على قرار الشراء؟ لا. ميرسي قوي هنا على وجودك معايا النهارده وافدتينا وقلت لنا معلومات اكيد في كتير مننا ما كانش يعرف عنها. ودايما بنلخبط، ما بنبقاش عارفين ازاي نستخدم السوشيال ميديا كونسلتنت او ازاي هو ممكن يساعدنا ان احنا نعمل حاجات احسن ومحتوى احسن، وزي ما قلتي قبل كده كمان في البراندنج. يس. ميرسي هنا قوي على وجودك. ميرسي جدا، ميرسي جدا ان انتوا استضفتوني. وبس يعني هنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. اوكي. وبكده تكون حلقتنا خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.